تطرق رئيس الحكومة سعد الحريري في خلال رعايته حفل اختتام بناء المهارات في تيار المستقبل في البيال إلى الأزمة الأخيرة الناتجة عن استخدام الكلام عالي السقوف، مؤكدا أن استخدام السلاح في الداخل يؤدي إلى فتنة، وأضاف إن الرئيس شهيد ونحن تعرضنا لموجات من الكلام والإهانات أسوأ بكثير من الكلام الحالي، إلا أننا كنا دائما نرى أن كرامة البلد أهم من كرامة الأشخاص والأحزاب. يلي صار خلال الأسبوع الماضي درس للجميع، درس إنه الكلام العالي فوق الأسطوح ما بيعمل حل، بيعمل تشنج سياسي، ودرس إنه استخدام السلاح لبث الخلافات السياسية ما بيعمل إلا فتنة. وعم نشوف قدام عيوننا إنه حتى يلي بيحمل سلاح بالداخل صار يخاف منه. ودرس كمان إنه النزول على الشارع وإقفال الطرقات وحرق الدواليب ما بيوصل لنتيجة. رغم كل شيء صار أنا بقول الحمد لله إنه صوت العقل والحكمة تغلب امبارح على صوت الموتوسيكلات وعطل بالوقت المناسب مشكل كان ممكن ينقل البلد لمحل ثاني. ويبدو أن ثقة الحريري ببعض المكونات السياسية مهزوزة. قلت أنه استقرار لبنان أهم من أي أمر آخر، وثقتي بأنه كل المكونات السياسية حتكون قد المسؤولية، يعني كلها، وأنه حنقدر سوا نرجع للمساحة الوطنية المشتركة تحت سقف الطائف وثوابت العيش المشترك والسلم الأهلي. مدرسة تيار المستقبل وفق الحريري لم يستطع شيء أن يكسرها، لا السلاح غير الشرعي ولا الاغتيالات ولا طعنات الغدر، إلا أن فتاة استطاعت أن تكسر أمن الرئيس وسببت الخوف والمزاحة في آن واحد. وأنه هذا البلد الحلو خلوها الله يخليكم، لازم تنزلي على مسابقة المئة متر انت ما شاء الله عليك شو سريعة. هلا الأمن عم يحك براسه هيك عم يقول شو صار؟ ماذا حصل؟ فاجأناكم. وختم الحريري الابن رفيق الحريري كان يقول مش مهم مين بيبقى، المهم يبقى البلد، وأنا سأقول مش مهم مين بيترشح ومين ما بيترشح، المهم أن تيار المستقبل سيبقى الرقم الصعب في المعادلة السياسية.